إذا تحدثنا عن سيناريوهات مستقبل السودان القريب في ظل هذه المعارك، هل يتغير وجه السودان بشكل عام بعد الانتهاء من هذه الحرب مع قوات الدعم أو ضد قوات الدعم السريع؟ شوف، أي حرب تجري في أي رقعة جغرافية في العالم ما بعدها يغير صفحة الماضية بطبيعة الحال، وأن الشعب يكون أكثر وعيا للمخاطر والتعامل مع المخاطر السياسية والمخاطر الأمنية. بالتأكيد صفحة الحرب الجارية الآن هي محدودة، ولا أعتقد أنها تستمر طويل، ولكنها ستغير وجه السودان على المستوى السياسي. ستزداد مساحة الوعي عند جمهور الشعب السوداني، وتصبح القضية هي ليست قضية أحزاب سياسية، وليست قضية جيش فقط وطني أو مجموعة متمردة، قضية كل الشعب السوداني. سينهض الشعب السوداني من جديد، وسيؤثر على صناعة الأحداث السياسية في السودان من جديد، وسيعمل على تغيير الوضع المخزي الذي كان خلال السنوات الأربع الماضية الذي غادي إلى هذه الحرب. الوجه سيتغير، الوعي سيتغير، الآمال والطموحات ستتغير، وبالتالي ستغير كل وجه الحياة، لأننا قد مررنا بمراحل عصيبة مثل ما جرى في رواندا. الجنوصيد الذي حصل في فترات السابقة غير وجه رواندا الآن، والدول الأوروبية معظمها مرت بحروب طاحنة وطويلة ولكنها غيرت وجه الحياة. أمريكا نفسها ولدت في ظل صراع استمر سنوات طويلة جدا وحروب أنهكت البشر. العالم كله مر بهذه الظروف العصيبة. نحن الآن كسودان مر بهذه المرحلة، مخاض جديد للسودان سيغير الواقع بالتأكيد في السودان إلى واقع أفضل بإذن الله. سندفع فاتورة هذه الحرب، دمار البنية الأساسية والنسيج الاجتماعي، ولكن سيتغير الواقع بهذه القواعد التي قامت على هذه المأساة التي قادتنا إلى هذه الحرب. الوجوه السياسية التي ظهرت على الساحة وتصدرت المشهد ما بعد 2019 وحتى اليوم، وتلك الأحزاب السياسية التي حاولت أن تأخذ السودان إلى منحى آخر غير الطبيعة السودانية، طبيعة الشعب المتدين الملتزم المحافظ المسلم بطبيعته، هل هذه الأحزاب خسرت مع خسارة الدعم السريع ومع خسارة حميدتي أو مع دخول هذه الحرب؟ هي أكثر من خسرت، هي دفنت مع الماضي هذه الأحزاب، لأن لم في تاريخ السودان لم يلحظ إطلاقا أن حزبا سياسيا تحالف مع مجموعة متمردة أو مع ميليشيا، وغاد هذه الميليشيا ضد قواته المسلحة وضد جيشه الوطني إلا هذه المجموعة السياسية. لكنهم لم يعلنوا هذا، هو بالضرورة أعلنوها عشرات المرات لو تابعتهم أنت. تحدث أنا قبل في حلقة سابقة قد أشرت قبل هذه الحرب 3 أسابيع خرجت قاد هذه الأحزاب وقالوا بالواضح يا إخواننا إما أن تقبلوا بهذا الاتفاق الإطاري أو البديل هو الحرب، قالتها قيادة سياسية معروفة. لكن عندما دخل حميدتي الحرب تبرأوا منه يعني، أو لم يتحدثوا، لم يتبرأوا منه، ولكن ظلوا يتحدثوا يتباكوا على الواقع بلغة بيضاء لغة وسط. هي محاولة إنفاء الجريمة من تصرفاتهم السياسية واستعطاف المواطنين مرة أخرى حتى يرضوا عليهم، واستعطاف الرأي العام الداخلي والخارجي في أن يوقفوا الحرب. لكن هناك وعي، هناك وعي بهذا الدور بالتأكيد طبعا داخل الشعب السوداني. الذي أشعل الحرب من الصعب أن يساهم في إخماد نارها مرة أخرى. هذه الأحزاب قد انتحرت وغادت مع هذه المجموعة الانتحار. الأحزاب هذه لو كان يكون اتهام حديثة لو ما كانت أشارت إلى ذلك، ولكنها خاطبت الجمهور 3 أو 4 قيادات سياسية في محافل مختلفة، إما الاتفاق الإطاري وإما الحرب. عندما وقعت الحرب حاولوا أن يغيروا هذا الواقع، ولكن صعب جدا أن تغيروا في مفهوم السودان العام. هذا هو الواقع الآن. هذه الأحزاب دفنت، قبرت مع التاريخ، لأن أحزاب غادت إلى حرب لأول مرة، تحدث حرب داخل العاصمة، وذلك حركات مسلحة تندلع لمطالب في أطراف السودان ثم يتم معها اتفاق سياسي. ولكن هذه حرب استيلاء على السلطة بالقوة لفرض سياسة هذه الأحزاب عندما فشلت على المستوى السياسي. هذه الأحزاب نفسها كانت تتحدث أنه إذا قامت انتخابات ليس لها القدرة على الفوز، نفس الأحزاب هذه، فبالتالي هي محاولة استيلاء على السلطة بالقوة وليس عبر الانتخابات. انتحرت، هذا ربما مصطلح معنوي، لكن عمليا على الأرض هل سيكون هناك تعامل بشكل أو بآخر من قبل القوات المسلحة مع هذه الأحزاب في المرحلة المقبلة؟ هي هذه الأحزاب ليست قوة شعبية، ولا هي قوة جماهيرية، ولا لها تاريخ سياسي، ولكنها مجموعة أصوات. هل سيتم حل هذه الأحزاب؟ وهي حتى لم يتم حلها، هي بطبيعة الحال محلولة أصلا، لأنه هي تحتمي الآن بفولكرز المبعوث الأممي وتحتمي بحميدتي. فولكر ليس لديه الآن وجود سياسي يقدر يغير الأحداث السياسية،
وحين يعتقد انتحروا انتحروا معهم، وبالتالي لو تم حلهم أو لو بغوا في الواقع، إذا جاءت استقامت الأوضاع السياسية سيحاسبهم الشعب السوداني على هذه الكارثة التي أحلت بهم في إشعالهم لهذه الحرب. وإن جاءت انتخابات ذهبوا إلى صناديق الانتخابات لن ينالوا ولا صوتا واحدا، أنا أجزم على ذلك. هذه أحزاب منتحرة إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة وأكثر من ذلك.